السلام عليكم، صباح الخير والسعادة والهنا عليكي يا حبيبة قلبي. النهاردة هنعمل مع بعض طبق رز ريزو بطريقة سهلة وبسيطة جدا من مطبخي، مطبخ حنان الحمزاوي، اتعلم معانا يوتيوب. البتاعة هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، يلا بينا نشوف هنعمل ايه. هنا معايا بصلة متخرطة قطع صغيرة، وهنروح بقى على الحلة بتاعتنا ونحط معلقة من السمنة ومعلقتين من الزيت. نحط بقى التوابل بتاعتنا: بابريكا، ملح، فلفل اسمر، كاري، بصل بودر وتوم بودر، وهنقلبهم كويس ونبدأ مع بعض بقى نحط الرز بتاعنا. طبعا هتشم الريحة مفحفحة كده وجميلة في البيت، حاجة كده زي العسل. هنقلب بقى كده على طول، وبعد كده نحط البصل بتاعنا، هنديله تقلبتين بالطريقة دي، وبعد كده هنحط معلقتين من العسل الاسود. شايفين بيديله ريحة وطعم عسل. وكمان هنحط معلقتين كمان من الصويا صوص. يا سيدي يا سيدي على الجمال، ايه رأيك بقى؟ هنحط بقى المية عليه كده ونزوده الملح بتاعنا، ونشوف الحياء بتاعنا عامل ايه، او الملح بتاعنا كويس ولا عايز يتزود بالطريقة دي. وهنغطي عليه بقى وهنطلعه مع بعض. طبعا في كل الدول العربية، العراق والأردن والكويت وكل الدول العربية واسكندرية والمنصورة، كلنا بنحب الرز الريزو مع الحاجات، الفراخ المقرمشة والحاجات الجميلة دي. طريقة سهلة وبسيطة جدا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة، قناتي قناة حنان الحمزاوي. ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.